نروح دلوقتي لفرنسا، وأيضا النجم الأردني موسى التعامري بيواصل تألقه في الدوري الفرنسي مع فريق مونبلييه اللي خسر طبعا قدام استاد ريمس بنتيجة 3-2، لكن التعامري سجل هدف فريقه الوحيد بعدما تلاعب بدفاع المنافس وسدد الكرة في سقف الشبكة، كان هدف أكثر من رائع. قدم التعامري أداء مميز جدا في المباراة وصنع أكثر من 4 فرص لزمايله، كما سدد طبعا 3 مرات على مرمى الخصم. الهدف ده هو الثالث للتعامري مع مونبلييه الفرنسي، حيث أحرز في المباراة الماضية ثنائية في مرمى ليون خلال فوز فريقه بنتيجة 4-1. وأيضا التعامري طبعا زي ما احنا عارفين 26 عام، وهو أول لاعب أردني بيلعب في الدوري الفرنسي.